الحل اللي عملت انا ما درتش فيها التوافقات باش اجل جلب الاصوات، بالعكس جبت رجال ديال الملفات، رجال اللي اخترت فيهم المعيار الاول هي لا كومبيتونس، لان كل واحد يخدم على مجال، في رجالات اللي يخدموا معنا على التدبير المحلي اليومي ديال النادي الى جيستيون ديمونش وديال الفرقه، وكاين الناس اللي دي ستراتيج ديفيزيون اللي غيمشي يبحثوا لنا على اموال ويبحثوا لنا على 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 مشاريع اللي نرجعوا الرجاء في الاطار ديالها وفي الهيبه ديالها، لان لوكوموتيف ديال السبور ناسيونال كتبقى الرجاء دائما هي الاولى وهي السباقه في عده امور اللي من خلالها في هذا البرنامج ديالنا وضعناهم رانا الاشاره ديال الاخوان وهم مواسع النظر، ولا اظن انا من خلال تجربتي ومن خلال معرفتي بانه هذا اللقاء كان جد ايجابي وكان تفاعل وكانت امور مغلوطه ومغالطات في شخصي توضحت اليوم، لان طلبت منهم يكون عندهم صدر رحب باش نعطيهم الليستوري، لان كانوا الناس بعض الناس سمحهم الله اللي كيبغيو يسمعوا ولا تيبغيو يعطيو صوره مغالطه، اليوم توضحت الامور كلها وتعرف من اللي كان تيغلط ومن اللي كلحقها، وبعض الاخوان في الكلمه ديالهم تيقول لك حنا ما كناش عارفين سعيد حسمان بهذا الوجه، ما كناش عارفينه بهذا الكاريزما، ما كناش عارفينه بهذه الصراحه ديالو، لان كنت صريح مع الاخوان وعطيتهم الامور اللي ماشي وعدتهم فيها بان تكون امور واهيه ولا معسوله ولا نبيع لها الوام، عطيتهم امور واقعيه وكنت واقعي باننا الامور اللي كاينه اللي كاينه اللي ما كاينش ما كايناش.